السلام عليكم، مريم وكيلي 13 سنة وصفة بطلة المغرب للتايكوندو سنة 2022. كنت تريني في لاصال جارديني جمعية أبطال إفريقيا. كانوا استعدادات عادية، كنا كنستعدوا مع الدراري، وفاش كتقرب البطولة كنديروا استعدادات خاصة. كنميز ما بين الدراسة ديالي ولاصال، كما كيقولوا العقل السليم في الجسم السليم. مازال غنكمل في هاد الرياضة وغنحقق ألقاب أخرين، ولما لا نكون بطلة العالم. أزمور مدينة صغيرة، ولكن هي من شحال هادي وهي كتخرج أبطال في جميع، ماشي غير في التايكوندو، في جميع الرياضات. نقول لهم تريني وفرقوا ما بين الدراسة والرياضة. بالنسبة للمسؤولين في البداية ما استقبلونيش، ولكن تصلوا بالأستاذ ديالي ووعدوني باش يديروا لي حفل. مريم كانت اصلا واحد الانسانه، ومازال دابا انسانه خجوله بزاف. كان عندها مشكل انها ما كانش كتكلم بزاف، كانت حشوميه بزاف. جابوها دارهم غير باش تشجع وبدات تهضر شويه. الحمد لله انا اكتشفت فيها ان هذه السيده تعطي تكون بطله المغرب، وخدمنا معها ومازال نزيدو نخدموا معها. ومريم ما جابش هذه البطوله صدفه ولا شي حاجه، لانها ديجا كانت بطله الجهه الدار البيضاء 16 فئه البراعم، حصلت على الميداليه الذهبيه، وعاود لعبات بطوله بطوله الفتيان وحصلت على الميداليه الفضيه. وكاين واحد الاداره التقنيه ديال جهه الدار البيضاء 16، من هذا المنبر كنشكروا محمد باكري اللي اصلا كان مرشحها بفوز بطوله المغرب. مريم جات الاستعداد ديالها، كانت بطوله ديال الكبار اللي شاركنا فيها مدينه مراكش، وتاهل منها بلال العسلي، ايوب العسلي وبلال العنصل اللي تمت النهائيه ديالها في مدينه الرباط. من وراها جات استعدادات بطوله الشبان اللي جات سميتو لعبوا فيها وليدات مزيان، انهم تاهلوا من الدور الاول، وجات فيها مريم الرميدي لعبت ربع النهايه. من بعدها جاوا الاستعداد ديال الفتيان، والفتيان يعني اللي بغيت نوصل الابطال الاخرين، بغيتهم نقول لهم زيدوا خدموا، لانهم راه كلهم جميع الابطال اللي شاركت بهم فاتوا الدور الاول. وكان عندي وسيله بوخليفي اللي تاهلت ربع النهايه، رفقه نبيه ريان الابن ديالي اللي تاهلت هو ربع النهايه. اكيد كاينه مريم، كاينين مريمات، وهما ما شاء الله كاين عندنا وليدات اللي كنشوفهم ان شاء الله ابطال. وهذه كنقولوا حنا الا البدايه، وان شاء الله الطريق كما كنقولوا بدات كتسهل علينا باش نشقوا نحو البوديوم. يعني دائما انا ان شاء الله غتلقى جمعيه ابطال افريقيا في البوديوم. رسالتي لاولياء الامور والاباء الامور، اول حاجه كنشكرهم جميعا وليداتهم تيترينوا عندنا، باش نقول لهم راه وليداتكم ان شاء الله غير زيدوا وقفوا معنا، راه وليداتكم ان شاء الله غيكونوا ابطال. اما رسالتي للناس اللي وليداتهم بغاو يسجلوا وليداتهم، او انا نوجهها مباشره، مدينه ازمور فيها خزان كبير للرياضيين، مدينه ازمور ولا مدينه الجديده، غير خاصكم تساعدوا وليداتكم انهم تدخلوهم يترينيو، سواء في هذا لاصال سواء لاصال اخر. حنا المهم ما عنديش مشكل ان اي وليد يتريني في هذا لاصال ولا في هذا لاصال، كما عندي الهدف هو انني نشوف مدينه ازمور في القمه. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.